مش نقابلوا احسان خبيره في الانترنت وباش تفسر لنا كيفاش الامور تصير في الجوجل وفي وسائل التواصل الاجتماعي. الحاجات اللي تظهر على الفيسبوك نتاعك ماهيش هكاكا صدفه، ما اما مربوطه جوستمون بالحاجات اللي انت ديما تحط عليهم جيم، اللي تبارتاجيهم، العباد اللي انت تتبع فيهم على الفيسبوك ديما. دونك هذوكم اللي باش يظهروا لك ديما قبل من حاجات اخرين. دونك حاجات اللي انت تحبهم هما اللي باش يظهروا لك على الفيسبوك نتاعك. هذايا كل مربوط بحاجه اسمها الالغوريتم. الالغوريتم هو كود بروغراماسيون برمجه اللي باش تصفي وتفلتري المعلومات اللي باش تخرج لك على الفيسبوك نتاعك. مثلا واحد من صحابك على الفيسبوك ما عادش اون كونتاكت برشا معاه على الفيسبوك، الالغوريتم باش يشلق، دونك ما عادش باش يخرج لك برشا معلومات اللي هو يبارطاجيهم على الفيسبوك. والعكس، مثلا كانك تحط جيم على باج تبيع صبابط، باش يولي الالغوريتم يبارطاجي لك مثلا الحاجات الجدد الكل اللي يخرجوا في الباج هذيك نتاع صبابط. الحاجه الباهيه في الالغوريتم اللي هو باش يسهل لك باش تلقى المعلومات اللي انت حاجتك بها على الفيسبوك. اما فما حاجه اخرى اللي هو معناتها فما برشا حاجات على الفيسبوك ماكش باش تراهم، خاطر الالغوريتم باش يصفي لك ويعطي لك جوست حاجات قليله. دونك يلزمكم تعرفوا اللي المعلومات اللي باش تلقاهم على الفيسبوك ما يخرجوش صدفه، اما اللي هما مربوطين بالالغوريتم. وما تنساوش اللي المعلومات الكل الشخصيه اللي تحطوا فيها على الفيسبوك ما عادش ملكك،